تحيا حبيبي يا مسك ما عطيبي خدتك من نصيبي عليك عمر الديارة. افتح يا حبيبي يا مسك يا مضيفة خايف من خليفة ما افتحش يا مضيفة خايف من خليفة مع حرب رهيفة لا تنفس في الحجارة. ما افتحش يا مضيفة خايف انظر طالي قالت لي يا نور عيوني افتح وانظر طولي انا بحبك ظلموني لعموني العذارى. يا نور عيوني افتح وانظر طولي بعد ما افتحوشي للي ما عرفوشي بعد ما افتحوشي للي ما عرفوشي خليفة ما منهوشي صبح عيالي حيارة. قالت له يا عريسي تاني غيرك ما فيشي افتح يا عريسي تاني غيرك ما فيشي شوف الحنة القريشي في ادين العذارى. قالت له يا عريسي تاني غيرك ما فيشي افتح يا عريسي تاني غيرك ما فيش شوف الحنة القريشي في عدين العذارى. يا رئيس الصبايا ما تعكسش معايا يا رئيس الصبايا ما تعكسش معايا وحكم ورايا لا يعدموني خسارة. يا رئيس الصبايا
يا نور عيني افتح وانظر زينك. قالت لي يا نور عيني افتح وانظر زينك وبينك ما بيني لنا قعدة في اختصارة. قالت لي يا نور عيني كبير. خش البنات واقفين خشوا الاربعة وثمانين اخر واحدة في البنات كان بيجي معاهم ابو مخيم. قال له انت راح فين؟ قال له انا. قال له امال انا على مين؟ راح فين انت؟ قال له انا العبد بتاع البنات المرسال بتاعها. قال له يعني بتعمل ايه؟ قال له العشطانة بسقيها، اللي عاوزة تاكل اجيب لها تاكل، اللي عاوزة تركب اركبها، اللي عاوزة اي طلب بقضيه انا. قال له السلام عليك يا اخي، طيب لا تسقي ولا توكل ولا تركب ولا تنزل، انت تترزع هنا، خليك مرزوح خشم الباب ولما البنات يزوروا ويطلعوا بغور معاهم. قال له ما صحش يا بواب، 84 عذراء يمشي من غير عبد، يمشي من غير مرسال، يمشي من غير خدام. قال له قلت لك كلام واحد. ابو زيد فضل يهدف منصور ما قابلش هدايا نواصي. ابو زيد لما زعل وتعكر وزاد معاه الالام وقال استغفر الله الواحد الديان. خوى عليه خوى عليه وعكش من قفاه، قال له ما ينفعش معاك الصراحة. مسك منصور من عنقه لواه، يا سلام لما موتوه
حضرت الجاز حطت ايدها في جيب منصور خدت مفاتيح ببان السور وكحتوله ودفنوه خشم بوز السور يا سلام خاف فتحوا الابواب عرب فتحوا الابواب غير السجادة نقول سلام خط الأعتاب لما دخلوا أرضكم واحنا التنين كنا مع بعض مسجونين ومجاز بتقول له يا ابو مخيمر انت بتوريني البنى بين البرهام عشان انظر اخوك انا عارفاه في السجن هو ولا نقلوه في سجن غيره ولا زي العرب ما مطلعين عليه دعايه بيقولوا حجراه عزيزه بين البرهام عشان انظر اخوك يلا حاضر طبعا السيف بتاعه صلب وصيخ الشباك بتاع السجن صلب قم ضرب السيف في الصيخ بتاع الشباك الصلب قاد نار في بعضه وعمل مثل برق سماء كان الصاحة المساجين ولجل النصيب صاح الأمير يونس البرقي بعينه أرى وبكى الأمير ابن سرحان وسالت عيناه وقال زمان يا برق الشرق زمان يا ورد الشرق ما أتيت الغرب يا ورد بلدي يا ورد السعود يا ورد الرياض يا ورد ني يا ورقنا سبع سنين بالعين مرنا ياك يا سني بنوك للي انا الله يجازي اللي كان السبب في بنا يا ورقي بلدي
إذا كنت مروح تبلغ سلام على أبو علي حسن وقول له يونس مشتاق على رؤيا تبلغ سلام لابني فايت القاضي وقول له يونس زمان ما قرف كتبات تبلغ سلام لابني صبيحة زيدان وقول له يونس زمان ما طلع الصياد معاك تبلغ سلام تبلغ سلام لدياب وقول له يونس مشتاق يجلس معاك تبلغ سلامي للنجع كل كبار وصغار نساء ورجال هلال وزغبان وبس واحد زعلان منه اوعى سلم عليه يا بر لو اوعى